الخطاب اللي دار ما بين احزاب الاغلبيه والمعارضه هو غريب، لان الاصل في الاغلبيه ان عمل الحكومه ما ترفض فخصها تمشي معها، وهذا لا يلم على انهم كيقول لك العداله والتنميه ما سيروش مزيان هذه الحكومات الاثنين، الحكومه السابقه ديال السي عكيله والحكومه ديال السي الدكتور سعد الدين العثماني، وبان راه ستعاقب من طرف الشعب، ولكن ما قدرش ما يمشوا الانتخابات ويخليو الشعب هو الذي يحاسب. اذا كان هكذا خليونا مع الشعب، ولكن هذا يميل على انهم هما بعد اولين منهزمون ويقرون بان العداله الكونيه هي قوه وغادي تكون هي الاولى في الانتخابات القادمه، وهي اللي كما كيقولوا هما انها مهيمنه.